حديث أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه الإمام الترمذي وصححه الحديث صحيح. ثق صيغة المبالغة يعني الفاحش البذيء كرمكم الله يعني تجوري السيس وزديارة ميدي دي ميس أديني أول الشمثن هذا تجور ولا شيء زيضن جلسيس. الحديث وايض دائما في نفس الموضوع ليس المؤمن بالطعان يعني كثير السب يتسبي بزاف ثق صيغة مبالغة ولا اللعان يلعنك كل موند كل حاجة يلعن 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 يكثر ولا الفاحش ولا البذيء يعني ثقيك زيثك للأسف للأسف تفضيل الميسعة ثنت يعني سجيت جرائنس يجرحكم الدن يسبكم الدن يلعنكم الدن إلى آخره الدرجة أنه ورزمي ضره يتقدم ضيث جماعي فدي هضر خطر مي هضر تفتع بطي أكنا ماشي لك ذا بومباردي أكنا دي ينطق بومباردي كل غاشي إلها شوية العقال إلها شوية نصواب إلها بدل ما دي حزف خطر إذن مقام استقبالي في الجرح يقازي حلو يروال يقازي رنو سي بور سا ولا كيوار بزاف بزاف ذيلس وكيني سمانا صداغ القبايلي والمثل إن كيلس يلا ذاك السوم ذا شو كيرن ذا سنان حديث صحيح رواه المزيد أيلس يلا ذاك السوم ذا شو كيرن ذا سنان صح ولا ماشي صح وذيلس يون زيس الصحابة ناس إلسيو ذيزم مظل قاس أذيش لا بروميير فيكتيم ذنسا إلس ذيزم ما يظل قاس بنادم صافي ذي وقال ذي الوحشة ذي جرحة طاس يوعر إلس لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث نظن يسد ورسيون اسم النجاة يا رسول الله أشوثوا فريد السلاح إناس أمسك عليك لسانك يلسي يلسي جوار يرنا بورتون يلسي يساين بمكان أشكيث يلس عند يلس الثان ذقيمي أمن لان كل شيء تعدى في الناس ماذا الشربة ماذا الجازوز ماذا سمنت كل شيء تسيك تاكن الفيزا يرنا يسعى مين بلي رباك يسعى لي رباك نغلا يسعى كلش مي يوعر 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 بلا عجب ياكل احاديث يجي سنقصه والدنيا غير كلش يجي الاحاديث تصيق لنا ياكل فيلس ياكل فيلس 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 سبحان الله.